هنا في مقهى إليفنت هاوس في أدنبرا جاءت شخصية هاري بوتر إلى الحياة. فالكاتبة جي كي رولينغ غالبا ما حضرت إلى هنا لكتابة روايتها الشهيرة، فهي كانت تعيش على معونة اجتماعية من الدولة وتبحث عن مكان دافئ للعمل لتوفير الطاقة في منزلها. اليوم بات المقهى وجهة للفضوليين من عشاق هاري بوتر. كل يوم يواجهنا فيضان من الأسئلة حول المكان الذي جلست فيه، وحتى أسئلة غبية من نوع أي مرحاض قد استعملت. الجواب على هذا السؤال ليس صعباً، فهناك مرحاض واحد مخصص للنساء. الشيء الذي يريد المعجبون حقاً معرفته هو كيف كان هذا المكان مصدر وحي للكاتبة رولينغ. كل ما عليك فعله هو نظر حول المكان، البيوت والقلعة والمقبرة، لتلاحظ أن هذا النوع من الأمكنة يمكن أن يكون مصدر وحي للإنسان. بالفعل فإن المقبرة المجاورة تجعلك تفكر بلورد فودمورت الشرير قابعاً خلف أحد القبور، ويقولون أن هذه المدرسة الخاصة أسفل الشارع حيث كانت ابنة لورينغ تدرس هي مصدر الاقتباس لمدرسة أوغوتس للسحر والشعوذة. وأكثر ما هو بارز في هذا الصدد قلعة أدنبر الضخمة، والتي أوحت للكاتبة بالكثير من الأفكار حول الأساليب المعمارية للأماكن في قصتها. كما وجدت أيضاً مصادر وحي في المرتفعات الغريبة البعيدة لأسكتلندا، فجمهور فيلم هاري بوتر سوف يلاحظ هذا السحر المعلق على قناطر، والذي كان الساحر الشاب ورفاقه يقطعونه على متن قطار للحضور إلى المدرسة في بداية كل سنة. إنه أمر لا يصدق أن يكون هذا هو الجسر. هذا أقرب ما هو في الواقع إلى قطار هوغوارتس، وخلال الصيف أمام عشاق هاري بوتر فرصة واحدة يومياً للسفر على متن القطار مثل السحرة الذين في الكتاب. الآن لم يعد هناك أجزاء جديدة من السلسلة لمحاولة اكتشافها، إلا أن العزاء الوحيد أن هذا القطار سوف يستمر في الخدمة إلى وقت طويل.